أكثر من 50 دولة وعشرات المنظمات الإغاثية الدولية تشارك في مؤتمر المانحين حول اليمن لتقديم رؤيتها بشأن إنقاذ الوضع الإنساني. المؤتمر الذي ينعقد برعاية أممية تحت مظلة الأمم المتحدة يشارك فيه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بوفد يترأسه معالي الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان. مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر المانحين هي مشاركة مهمة. المملكة العربية السعودية من الدول الحريصة جدا وفي مقدمة الدول التي تسعى لمساعدة ودعم الشعب اليمني بكل فئاته وأطيافه. المملكة العربية السعودية على مر التاريخ كانت من أوائل الدول، بل الدولة الأولى التي تقدم المساعدات سواء كانت إنسانية أو إنمائية أو غيرها من المساعدات لليمن، ولا زالت وستظل المملكة العربية السعودية حريصة جدا على أن يعود لليمن أمنه واستقراره، وكذلك أن تتحقق مطالب الشعب بعودة الشرعية. اجتماع قبيل انعقاد مؤتمر المانحين حول اليمن جمع بين رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومعالي الدكتور عبدالله الربيع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تطرق إلى الشراكة القوية بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز الملك سلمان وتفعيل البرامج الإنسانية في اليمن وطرح آليات التعاون بين اللجنة والمركز في شتى مجالات العمل الإنساني. طبعا هذا اللقاء مهم جدا، لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي شريك مهم لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهنالك برامج تنفيذية مشتركة مع اللجنة الدولية. هذا الاجتماع أكد أهمية أولا دفع هذه الشراكة للأعلى والتوسع في هذه الشراكة وتقوية هذه الشراكة، ولعل من النقاط التي تم التباحث فيها هي إمكانية التوسع في هذه الشراكة في دول أخرى. أكد معالي الدكتور عبدالله الربيع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المملكة العربية السعودية حريصة على الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، مضيفا أن المملكة كانت ولا تزال وتظل دائما داعما أساسيا لقضايا اليمن في الساحة الدولية. الدور الإنساني والريادي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جعله متميزا وسط منظمات الأمم المتحدة. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.